يقول السائل: أنا رجل انتدبت للعمل بجدة، وأحضرت معي عائلتي وسكنتهم في مكة بجوار الحرم. السؤال: هل إذا أنا ذهبت إلى عملي لجدة يلزمني أن أقصر الصلوات، علما أنني أمكث في عملي 24 ساعة وأعود إلى مكة، وبعد 48 ساعة أعود للعمل؟ لا يجوز لك قصر الصلاة، لأن جدة الآن قريبة من مكة، ما بينهن مسافة قصر، متقاربات، فلا يجوز لك القصر. نعم.